لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أيها الأحبة، طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا، ونسأل الله الذي جمعنا في هذا اللقاء على طاعته أن يجمعنا يوم القيامة في جنته إخوانا على سرر متقابلين مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا. آمين. لازلنا في ظلال حديث النبي صلى الله عليه وسلم: ما ذئبان جائعان أرسلا في غنم بأفسد لها من حرص المرء على المال والشرف لدينه. والليلة إن شاء الله نذكر بعض الأمور التي ينبغي للإنسان أن يتحرز منها، لأنها إذا صدرت منه وبدرت وظهرت عليه فربما دل ذلك على سوء نيته وسوء قصده عياذا بالله تعالى، مع أن الأصل أننا نعامل الناس بما يظهر ولا نطعن في النوايا، فإنا لم نؤمر أن نشق عن قلوبهم ولا عما في صدورهم. ولكن كما أن الدخان يدل على النار والمطر يدل على السحاب، فكذلك هذه المظاهر ربما دلت على فساد في النية ورغبة في التصدر والشرف والعياذ بالله وإرادة للعلو. يقول الشيخ خالد السبت حفظه الله: بعض الشباب قد يندفع ويتجاوز حده، يخطو بعيدا عن طوره، ثم بعد ذلك يقع في أمور مشينة. يذكر أمثلة لذلك، يقول: منها الاستعجال بالتأليف، وهذا مظهر غير جيد ولا محمود، والإنسان لا يدرك ضعفه وعجزه. إذا أردت أن تعرف هذه القضية فاقرأ مقالة كتبتها في الإنشاء وأنت في المرحلة الابتدائية، لربما حينما كتبتها أو تلك الرسمة التي رسمتها قد تكون معجبا بها غاية الإعجاب، وتطلع كل من قابلته عليها، ولكن حينما تنظر إليها الآن كيف تنظر إليها؟ فتيجي تنظر في رسمة كنت رسمها في ابتدائي أو موضوع تعبير كنت أنت كتبته في ابتدائي، تضحكوا ليه؟ لأن أنت فعلا هتبص لها دلوقتي على أنها إيه؟ ولا أي حاجة، إيه اللعب ده وإيه الشخبطة اللي أنا كنت بعملها دي؟ والأمر كذلك بالنسبة للكتابة، بالنسبة للتأليف. يقول: اقرأ ما كتبته قبل 10 سنوات إذا كنت قد واصلت في العلم والاطلاع والبحث. اقرأ البحث الذي كتبته وأنت في المرحلة الثانوية مثلا إذا كنت قد تجاوزت هذا بكثير. اقرأ البحث الذي كتبته في المرحلة الجامعية ثم احكم. الإنسان حينما يقرأ ما كتبه قبل 5 سنوات يتعجب كيف كتبه فعلا، ويغير أشياء كثيرة، وهكذا الإنسان يتطور. لكن الإنسان حينما كتب كان يرى أن ذلك نموذجا رفيعا في الكتابة. فعلا الإنسان ربما كتب بحثا أو مقالا فأعجب به وطار به وظن أنه لم يسبق إليه. أضرب لكم مثلا ويمكنكم أن ترجعوا إليه، ذكره فضيلة الشيخ علي الطنطاوي رحمه الله وهو يحكي قصة أول مقال كتبه ونشر له، فكان ينظر إليه نظرة عجيبة، وتمر السنوات ويتذكر الشيخ رحمه الله هذه الأيام وهذا المقال ويقارن بينه وبين ما كتبه بعد ذلك، فيقف على فرق كبير جدا. يقول: اتصل بي قبل ما يقرب من 2 شهر أو نحو ذلك شاب يريد أن يؤلف في باب من الأبواب ويسأل الشيخ عن المراجع وماذا يكتب. يقول: فتعجبت كيف يريد أن يؤلف ولا يعرف المصادر ولا يعرف كيف يكتب، فسألته عن عمره فقال 17 سنة.
قلت له لماذا تكتب؟ قال أريد أن أؤلف شيئا ينفع الأمة. فلماذا الاستعجال في الكتابة والتأليف؟ يقول حتى في المقالات في الإنترنت قد يكتب الإنسان وقد يجد بعض المادحين، وتجده ربما يدخل بعد ذلك في الساعة الواحدة عدة مرات ينظر من قرأ الإيه؟ المقالة ومن علق عليه وماذا قال الناس، عدد مرات الإيه؟ الإعجاب وهكذا. لربما يعرف أنه سيدعى ليقدم لمحاضرة لبعض الشيوخ، فتجد هذا الشاب ينظر في الكتب التي صنفها هذا الشيخ ويحفظ منها بعض الكلمات وبعض الأسطر، ثم إذا قيل له تقدم للشيخ يتمنع كأنه فوجئ به، مع أنه قد أعد نفسه لإيه؟ لهذا الأمر. فإذا ألح عليه جاء وقال وهو يقدم وكأني بك، ويتحدث مع الشيخ ومع المحاضر، وأنت تقول في الكتاب الفلاني كذا وكذا، وتقول في الكتاب الفلاني كذا وكذا، ويدهش الحضور ما هذه الذاكرة والحافظة القوية، وهو يحتال بهذه الحيل لأجل أن يقول الناس عنه أنه حافظ. قد يحفظ البعض شيئا من ألفية ابن مالك أو ألفية العراقي أو السيوطي في علوم الحديث، أو شيئا من مراقي السعود أو غير ذلك، ثم يذكرها أو يحفظ حديثا بالإسناد ويتعمد أن يذكره كذلك، مع أننا لا حاجة لذكر الإسناد، لكن من أجل أن يقال حافظ. والله عز وجل أعلم بالنوايا، ولكن نقول من عرف ذلك من نفسه فينبغي أن يكف. قد يكثر الإنسان من جمع الكتب المطبوعة والمخطوطة وينفق الأموال الطائلة في سبيل ذلك، ثم هو لا يقرأ منها شيئا، فلما جمعتها؟ ليقال فلان عنده خزانة عظيمة، عنده أكبر مكتبة في البلد. إذا كان يريد هذا فلا بد أن يتوقف، أن يراجع نيته. أيضا الاشتغال بنقد الأكابر، فبعض الناس قد يقعده عجزه وضعفه وعمله عن بلوغ المراتب العالية، مهوش عارف يرتقي بنفسه بعلمه، فيعمل ايه؟ يكسر بقى في الايه؟ في القمم. طب لماذا يفعل ذلك؟ يتسلق الى القمم لرشقها بالحجارة. لماذا؟ ليصعد بين الناس بذلك، يشغب على امام كبير ويشتغل بالطعن فيه ونقده والحط منه، فيعرف بذلك، لان هو لما هيشتم في الشيخ الكبير الناس كلها هتبدأ ايه؟ تسمع ايه بيقول ايه ده، وطبيعي لاجل ان يشتهر هو، عياذا بالله تعالى. وهذه عله عليله وداء وبيل يحصل به المحق في الدنيا قبل الاخره، نسال الله العافيه. لربما تصنع الانسان وحاول ان يظهر شيئا من العمل يدل على زهده او ورعه او خشيته لله عز وجل. يقول بعض السلف لم يكن اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم متماوتين، وكانوا يتناشدون الشعر في مجالسهم ويذكرون أمر جاهليتهم. يعني كان عندهم شيء يعني من الأخذ بالمباحات ويعني التبسط، فإذا أريد أحد منهم على شيء من أمر دينه دارت حماليق عينيه كأنه مجنون، لا يسمح لأحد أن ينال شيئا من أمر الدين. نظر عمر إلى شاب قد نكس رأسه، يعني كأنه يظهر الإيه؟ الخشوع، فقال يا هذا ارفع رأسك فإن الخشوع في القلب. وينسب للشافعي ودع الذين إذا رأوك تنسكوا وإذا خلوا فهم ذئاب خرافي. تجد بعض الشباب ولا زال حديث السن يلبس لباس العلماء، يلبس العباءة ونحو ذلك ويتصنع هديهم ويتكلف أمورا لا تصلح لمثله. الإنسان أيها الأحبة لا يعظم ببزة يلبسها أو بمركب يركبه. يقول الإمام القرطبي، واحفظوا هذه العبارة المهمة، تبا لهمة تترفع بثوب أو مركب، تبا لهمة تترفع بثوب أو مركب، يظن أن الرفعة بما يلبسه أو ما يركبه. ولذلك نقول إنما يرفع الإنسان عمله الذي أريد به وجه الله تبارك وتعالى. وقدر كل إنسان ليس بحسب ما يلبسه ولا ما يركبه، وإنما بفضله وعلمه وعمله. من المظاهر أيضا المسارعة
إلى الفتيا قبل التأهل، فهذا لا يعرف أن يقول لا، كلما سئل سؤالا بادر إلى الجواب ولو كان لا يعرف الإجابة الصحيحة. وإذا ما سئل في درس من دروسه عن مسألة من المسائل وهو لا يعرف الإجابة، فربما يشغب حتى يتهرب من أن يقول لا، يقول أجيبك عليها آخر الدرس، أو ابحث هذه المسألة وراجعها فهي في غاية الأهمية، لأنه لا يريد أن يقول لا. فمن أخطأ لا أدري فقد أصيبت مقاتله. وللأسف بعض الدورات، ربما ممن ينتسبون إلى التنمية البشرية، يصفون ذلك للناس على أنه من المخارج الصحيحة ومن المهارات كي يحسن، يعني يفعلها إذا ما أحرج بسؤال من الأسئلة. والصحيح أن يرد إلى أن يقول لا أدري، وليس أن يتهرب من قول إيه؟ لا أدري، ومن قول لا أعلم. عبد الرحمن بن أبي ليلى يقول: أدركت 120 من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يسأل أحدهم عن المسألة فيردها هذا إلى هذا وهذا إلى هذا حتى ترجع إلى الأول. وجاء رجل إلى إبراهيم النخعي فسأله عن مسألة فقال له: ما وجدت من تسأل غيري؟ أما الإمام مالك فقال: ما أفتيت حتى سألت 70 شيخا، هل ترون لي أن أفتي؟ كم شيخ؟ 70 شيخ. الإمام مين؟ مالك. فقالوا له: نعم. فقيل له: لو نهوك، لو قالوا لك لا، قال: لو نهوني انتهيت. وذكر الشاطبي وكذا ابن عبد البر في جامع بيان العلم من أنواع الوقائع التي يسأل فيها الإمام مالك عن عشرات المسائل ويجيب بلا أدري، وربما لا يجيب إلا عن مسألة أو مسألتين. من ذلك أن رجلا أتاه من بلاد ما وراء النهر من الهند أو غيرها، بلاد بعيدة، ومعه مسائل من أهلها. وأنتم تعرفون الآن يوجد وسائل اتصال، أما قديما عندنا مسائل في الهند وعايزين نسأل عليها الشيخ، هنعمل ايه؟ نرسلها له إلى المدينة. وبالفعل أتاه الرجل بهذه المسائل فسئل مالك عنها، فما أجاب إلا عن مسألة أو مسألتين. فقال: أتيت لك من بلاد بعيدة، ماذا أقول للناس؟ قال: قل لهم مالك يقول لا أدري. خلاص الأمر سهل، لك طيب يعني أفتي بما لا علم لي به؟ الأمر سهل، هكذا كان دينهم. قال رجل للإمام أحمد: إني حلفت ولا أدري كيف حلفت. كيف تجيب هذا السؤال؟ واحد حلف على زوجته ويقول لك: أنا مش فاكر أنا قلت إيه. هتفتي تقول له إيه؟ ها؟ فقال: إني حلفت ولا أدري كيف حلفت. قال: ليتك دريت كيف حلفت فدريت أنا كيف أفتي. وأنت لما تعرف أنت حلفت بإيه أنا هعرف إيه أفتيك بإيه. هذه سجية السلف كما يقول ابن الجوزي: فمن نظر في أخبارهم وسيرهم تأدب بآدابهم. عشان كده يا إخوة أنا بوصي دوما الإخوة: اقرأوا سير السلف، أن تقتني كتابا مثلا مثل كتاب تحفة العلماء بترتيب سير أعلام النبلاء، هذا مليء بسير السلف وموزعة بحسب الموضوعات، بدل أن تبحث في كتاب السير 37 مجلدا عن الإخلاص مثلا، هو جمع لك الإخلاص في فصل واحد والزهد في فصل واحد وهكذا، كتاب مهم جدا. وأنت إذا نظرت في أخبارهم فعلا تأدبت بآدابهم. وقل مثل ذلك في مظاهر وأمور وأحوال كثيرة يعرف بها الإنسان نفسه: هل وقع لي شيء من هذا الداء اللي هو الحرص على الشرف والرغبة فيه؟ هل أصبت بشيء من هذا البلاء؟ وهنا يأتي أو تأتي المسألة السادسة بعنوان: اختبر نفسك. اختبر نفسك حينما تكتب، ماذا تريد بهذه الكتابة؟ إذا كتبت أو ألفت كتابا أو مقالة أو كتبت أي شيء، ماذا تريد بهذه الكتابة؟ إبليس قد لبس على كثير من الخلق وقعد لهم في طريقهم إلى الله كما يقول ابن الجوزي: فيسهرون ليلهم ويدأبون نهارهم في تصنيف العلوم. ويريهم إبليس أن المقصود نشر الدين،
ويكون مقصدهم الباطل هو الذكر وعلو الصيت والرئاسة وطلب الرحلة من الآفاق إليهم، أن الناس تأتي إليهم كي يشتهروا والعياذ بالله. ولكن كيف نعرف هذا إذا كان الإنسان يريد ما عند الله؟ كيف نعرف هذا إذا كان الإنسان يريد ما عند الله أو لا يريد ما عند الله؟ الإجابة ينكشف هذا التلبيس بأنه لو انتفع بمصنفاته الناس من غير نسبة ذلك إليه، هل يحزن أم يفرح؟ تفهمون؟ يعني هذا الذي ألف وكتب وانتفع الناس بما كتب ولكن لم ينسبوا هذا إليه، هذا يحزنه أم يفرح به؟ هذا هو الاختبار. إذا كان يفرح بذلك هذه أمارة إخلاص، فإذا كان يحزن أنه لم يذكر إذن هو أراد من وراء ذلك الإيه؟ الذكر والشهرة. كما قال الإمام الشافعي: وددت لو أن الناس تعلموا هذا العلم ولم ينسب إلي منه حرف. انظر لهذا الإخلاص العالي: وددت أن الناس تعلموا هذا العلم ولم ينسب إلي منه حرف. سؤال آخر: كيف تجد نفسك إذا توجه الناس إلى غيرك؟ مثلا إذا كنت خطيبا وكان الناس يتزاحمون في مسجدك، فجاء خطيب في مسجد قريب منك وانتقل الناس إليه، كيف تجد نفسك وكيف تجد قلبك وكان هذا أعلم منك وأفصح وأعظم بيانا توجه الناس إليه؟ هذا اختبار. إذا كنت في حلقة في مجلس علم أو حلقة قرآن فوجد الناس من هو أعلم منك فذهبوا إليه، وكيف تجد نفسك؟ من كان مخلصا فإنه يفرح بنشر الدين وإقبال الناس على الخير، سواء كان ذلك جرى على يده أو على يد غيره، هو يفرح بوصول الخير إلى الناس وانتشار الخير. لا يلزم أن يكون على يدي أنا، لك الأجر إن شاء الله، ولكن من كان في نيته شيء فلربما يحارب غاية المحاربة هذا الإنسان الآخر الذي هو أعلم منه وأتقى لله وأطوع، بل لربما طعن فيه وفي نيته ولا حول ولا قوة إلا بالله، وأحاول أن يحط من قدره كي إيه؟ يرتفع هو والعياذ بالله. إذا كان الإنسان يريد ما عند الله فالمقصود هو نشر الخير، أن يقبل الناس على الخير، أن يحصل هذا الخير على يده أو على يد غيره، فإذا بدر منه ما لا يليق فهذا قدح في الإخلاص. سؤال آخر: هل تحب أن يمشي الناس معك وخلفك وأن يجتمعوا عليك؟ أبي بن كعب رضي الله عنه أتاه طلاب العلم فلما قاموا يمشون خلفه، فرآه عمر رضي الله عنه فزجرهم وهم عليه بالدرة فاتقاه بذراعيه وقال: يا أمير المؤمنين ما نصنع؟ يعني ماذا فعلنا؟ فقال: أو ما ترى؟ يعني الذين يمشون إيه؟ خلفك، هذه فتنة للمتبوع ومذلة للتابع، فتنة لمن؟ للمتبوع ومذلة للتابع. خرج ابن مسعود من منزله فتبعه جماعة فالتفت إليهم وقال: على ما تتبعوني؟ مشين ورايا ليه؟ على ما تتبعوني؟ والله لو تعلمون ما أغلق عليه بابي ما تبعني منكم رجلان. لو تعلمون ما أغلق عليه بابي، يعني يزري على نفسه، أنا صاحب معصية وأنا صاحب تقصير، أنتم ما ترون مني إلا الإيه؟ إلا الحسن وإلا الخير. ومشوا خلف علي، مشى جماعة خلف علي رضي الله عنه فقال: انصرفوا فإن خفق النعال خلف أعقاب الرجال مفسدة لقلوب النوكى. انصرفوا فإن خفق النعال خلف أعقاب الرجال مفسدة، أو مفسدة لقلوب النوكى اللي هم ضعاف العقول، يفسد ذلك قلوبه. وكان محمد بن سيرين إذا مشى معه الرجل قام، يعني وقف، ثم قال له: لك حاجة؟ فاحتمام كده، فإن كانت له حاجة قضاه، وإن عاد يمشي معه قام وقال له: لك حاجة؟ هو عايز نوع من التوقير والتعظيم وكده، وابن سيرين لا يريد ذلك لأنه يخاف على قلبه. وكان إبراهيم النخعي يقول: إياكم أن توطأ أعقابكم، يعني الناس تمشي وراه. وكان الإمام محمد بن عمر المديني يمنع من يمشي معه أيضا، وكذلك الإمام أحمد
إذا مشى في الطريق يكره أن يتبعه أحد، ويقول أشتهي مكانا لا يكون فيه أحد من الناس، يخافون على أنفسهم من الشهرة. وكان وهذا عبد الرحمن بن مهدي قام من المجلس فتبعه الناس، فقال: يا قوم لا تطؤون عقبي ولا تمشون خلفي. ثم روى عن عمران قال: خفق النعال خلف الأحمق قلما يبقي من دينه، يعني ربما ذهب بدينه وأفسد عليه نيته. سؤال آخر في الاختبار: هل تحب أن يستمع الناس إليك وأنت تفتتح درسا ويحضر خلائق؟ هل تحب هذا؟ من الناس من يقول: نعم، لأجل أن ينتشر الخير ويأخذ الناس عني العلم. اسمع للفضيل وهو يقول: لو رأيت رجلا اجتمع الناس حوله لقلت هذا مجنون. من الذي اجتمع الناس حوله ولا يحب أن يجود كلامه لهم؟ إذن ربما النية تغيرت. فكان السلف يدفعون عنهم كل ما يوجب الإشارة إليهم، يهربون من الشهرة. يوسف ابن أسباط قال: خرجت من سبج مدينة راجلا على رجلي حتى أتيت المصيصة مدينة أخرى وجرابي على عنقي، فقام ذا، لما وصل بها المدينة الأخرى دي، قام ذا من حانوته، حانوت اللي هو إيه؟ دكان، محل، يسلم علي، وذا يسلم علي، لأن نسحت إيه؟ تلم بقى علي. فطرحت جرابي ودخلت المسجد أصلي ركعتين، فأحدقوا بي برضو، تلموا حوالي. سبحان الله، ربما الناس، بعض الناس ربما يفرحوا بذلك ويريد ذلك، ولا حول ولا قوة إلا بالله. واطلع رجل في وجهي، احنا عمال يبص له كده كمان، شوف هو ده الشيخ هو ولا لا. فقلت في نفسي: كم بقاء قلبي على هذا؟ لو انا بقى فضلت على كده والناس عماله تصور وده ياخد صوره وده مش عارف ده، قلبي هيفضل في ايه؟ قال: فاخذت جرابي ورجعت الى سبج. يقول: ما رجع قلبي الي الا بعد سنتين. يقول فضل الموقف ده مأثر فيا لمدة كام سنتين. انظر كيف كانوا يخافون على أنفسهم. وهذا الأعمش، عارفين الأعمش؟ إمام الحديث سليمان بن مهران الذي كان يربي ويؤدب الأئمة كسفيان الثوري. سفيان الثوري أمير المؤمنين في الحديث كان يتربى ويتتلمذ على يد الأعمش. قال الأعمش: جهدنا بإبراهيم لون نقعي حتى نجلسه إلى سارية من سواري المسجد ليأخذوا عنه، فأبى. زين أعاد وقعد ادي الناس درس هو رافض، من ما أقعد الناس تيجي اللي عايز يسأل عايز أقعد، لكن أقعد بقى وأبقى شيخ والناس يتلموا حواليا، هو يخاف على نفسي. كان الحارث بن قيس الجعفي يجلس إليه الرجل والرجلان فيحدثهما، فإذا كثروا قام وتركهم. قالوا لعلقمة، تلميذ مين؟ ابن مسعود، مدرسة ابن مسعود، هذا أحدهم: لو صليت في المسجد وجلسنا معك فتسأل. قال: أكره أن يقال هذا علقمة. وكان خالد بن معدن إذا عظمت حلقته قام وانصرف كراهية الشهرة. ونحن حينما نذكر مثل هذه الأمثلة إنما لنعالج قلوبنا، وإلا فنحن نعلم أن من الأئمة من كان يحضر له الآلاف، صحيح؟ ربما بالآلاف، ومع ذلك ما تركوا تحديث الناس ولا تعليمهم. ولكن إذا جلست واجتمع الناس عليك فلا تغفل عن قلبك، واحذر أن تتقلب وأن تتغير نيتك، وتابع نفسك دوما، فلا أحد فوق التربية، واحفظوها عني، لا أحد فوق التربية، مهما كان قدرك، مهما كانت درجتك، مهما كان علمك، لابد أن تظل متابعا لقلبك، منتبها لنيتك. تبع إسحاق بن راهوي لما خرج من بغداد ما يقرب من 50,000، تخيل، فردهم. إذن هذا كان موجود عن السلف ومأخوذ ومنقول عنهم، وهم أيضا الذين علموا الناس. والضابط أن من الناس من إذا لم يحضر درسه إلا 3 أو 4 أو 5 أو 10 ربما غضب ووقع في قلبه ضغينة وغل لإخوانه من طلبة العلم، فيقدح فيهم ويتكلم في أعراضهم وربما غير ذلك. وأما المخلص فلا يضره ذلك، حضر واحد، حضر 10، هو أتى ابتغاء مرضات الله. الشيخ ابن جبرين رحمه الله بقي سنوات طويلة، يعني هو حي، لا يحضر له إلا طالب واحد وما توقف عن الدرس.
وأحد العلماء الكبار كما ذكر الشيخ استضافه بعضهم في مسجد لإلقاء محاضرة في أكبر مساجد البلد. وفي صلاة المغرب والجامع يمتلئ بالناس، بعد الصلاة خرج الناس جميعا ولم يبق سوى 3 أو 4، وجلس الشيخ وألقى المحاضرة إلى أذان العشاء. ما قال أين الناس وأنا أتيت وأنتم لا، أنا أتيت وألقي خلاص انت. نعم ربما يكون هناك تقصير يحاسب عليه الناس، ولكن هذا لا يغير نية الإنسان، إنما أتى ليعلم الناس. تعلم واحد، تعلم 3، تعلم 10، لك الأجر. إذا كانت النفس فيها شيء من مثل هذه المواقف فإنها تحتاج لمعالجة. عبد الرحمن بن مهدي يقول: كنت أجلس يوم الجمعة فإذا كثر الناس ففرحت يفرح، وإذا قلوا حزنت، فسألت بشر بن منصور فقال: هذا مجلس سوء فلا تعد إليه، فما عدت إليه. طيب ما الضابط في مثل هذه الأحوال؟ أن ينظر إلى نفسه، لماذا كان منه هذا الفرح؟ هل أفرح لأجل اجتماع الناس إلي أو عندي، أم أفرح لأن هذا نصرة لدين الله سبحانه وتعالى، وبينهما شعرة. ولذلك لابد من ضبط النية، وألا يتهاون الإنسان بمجالس العلم فيتركها مثلا، يعني اتكالا على مثل هذه الحوادث، وإلا لما علم الناس أحد. ثم أذكر بعض الوصايا كما ذكر الشيخ. الأولى: أن تكون لك نية. ينبغي للإنسان أن يكون له نية في كل شيء. إذا كان يتكلم، إن أعجبه كلامه فليصمت، وإن أعجبه الصمت فلينطق، ولا يفتر عن محاسبة نفسه، فإنها تحب الظهور والثناء. يقول عبيد الله بن جعفر: إذا كان المرء يحدث في مجلس فأعجبه الحديث فليمسك، وإذا كان ساكتا فأعجبه السكوت فليتحدث. إذن ليس الأمر بحسب الهوى، وإنما أفعل ما يكون لله تبارك وتعالى. قال الفضيل: إذا جلست فتكلمت فلم تبالي من ذمك ومن مدحك فتكلم. يقول الذهبي: كم من رجل نطق بالحق وأمر بالمعروف فيسلط الله عليه من يؤذيه لسوء قصده وحبه للرئاسة. إذن هذا داء خفي ربما كان في نفوس البعض، كما هو في نفوس بعض المنفقين من الأغنياء وأرباب الوقوف لو يجعل وقف يعني وصدقة، وهكذا أيضا في نفوس خلائق. يقول: فمن طلب العلم للعمل كسره العلم وبكى على نفسه، ومن طلب العلم للمدارس والإفتاء والفخر والرياء تحامق واختال وازدرى الناس وأهلكه العجب ومقتته الأنفس. طيب نوصي ببعض المراجع في قضية النية. هناك كتاب مهم جدا بعنوان مقاصد المكلفين من جزئين، جزء يتكلم عن النية والجزء الثاني يتكلم عن الإخلاص، كلاهما للدكتور عمر الأشقر رحمه الله. أيضا من الكتب المعاصرة كتاب تعطير الأنفاس من حديث الإخلاص لشيخنا الحبيب الشيخ سيد العفاني حفظه الله وشفاه، ولكن يحتاج لتلخيص، وفيه بعض التوسع في قضية الخوف من الرياء، يعني كان الأولى أن تختصر حتى لا توقع البعض في الوسواس. ولي مختصر في ذلك بعنوان بصائر للناسكين، وكنا تناولناه معا في دورة بعنوان جسر التعب، وهي موجودة مسجلة لمن أراد الرجوع إليها. الوصية الثانية: الحرص على إخفاء العمل. أي عمل يا إخواني الذي يخفى؟ أي عمل؟ يعني نصلي في البيت؟ ما نأذنش؟ صومش رمضان؟ يمكن إخفاء نوايا الصلاة. لذلك لابد أن نعرف أن الأعمال أقسام، هناك ما لا يصلح فيه الإخفاء، وهناك ما يصلح فيه الإخفاء ويمكن أن يفعل في العلن. فإذا فعل في العلن لمصلحة وكان لذلك ثمرة فهذا يمدح ولا يذم. وكثير من الأعمال الأصل فيها أن تكون في السر، فلا ينبغي للإنسان أن يجعلها في العلن. وكان السلف يخفون حسناتهم كما نخفي سيئاتنا، يكتمون حسناتهم كما يكتم الناس سيئاتهم. إذن
ألا يظهر الإنسان عمله للناس، العمل الذي ينبغي أن يكون في السر كقيام ليل وصدقة وصيام نفل وتلاوة في المصحف ونحو ذلك، إلا إذا كان هناك اقتداء يفعل. إن تبدوا الصدقات فنعم ما هي، وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم، وهكذا. دكتور العفاني في كتاب تعطير الأنفاس بحث هذه المسألة، العمل بين السر والإخفاء، بتفصيل طيب لمن أراد الرجوع إليه. قال الذهبي: ليتقي الله رجل فإن زهد فلا يجعلن زهده عذابا على الناس، فلأن يخفي الرجل زهده خير من أن يعلنه. يعني ربما لو أظهر ما يفعله من العمل أدى ذلك إلى حصول مشقة على الناس، لأنهم يريدون أن يقتدوا به. وليس كل ما تفعله ينبغي أن تظهره، بل ربما أشياء لا يفهمها الناس على وجهها، فهذه ينبغي أن تكون في السر. أخفي حسناتك كما أوصى أبو حازم رحمه الله، أخفي حسناتك كما تخفي سيئتك، ولا تكونن معجبا بعملك فلا تدري أشقي أنت أم سعيد، لا تعمل لتذكر. يقول أبو الحسن القطان، اسمعوا هذه الأمثلة ونختم بها. يقول أبو الحسن القطان: أصبت ببصري، يعني عمي، وأظن أني عوقبت بكثرة كلامي أثناء الرحلة، يعني كان في رحلة لطلب العلم فكان يتكلم كثيرا فعمي، فهو يرجع هذه الإصابة وهذا البلاء إلى كثرة الكلام. انظر كيف كانوا ينتبهون لأنفسهم ولأعمالهم ويحاسبون أنفسهم. قال الذهبي: صدق والله، فإنهم كانوا مع حسن القصد وصحة النية يخافون من الكلام وإظهار المعرفة. لما بيتكلم عن نفسه: أنا حصلت معايا أسانيد والإجازات، ويصور ويحط على الفيس والحالة. طب أنت لماذا تفعل ذلك؟ اكتم حسناتك. عبد الله بن المبارك في إحدى الغزوات مع الروم، لما طلبت المبارزة خرج رجل من المسلمين لرجل من الروم فقتله الرومي، فأثر ذلك في المسلمين، وطلب البراز فخرج رجل آخر فقتله أيضا الرومي، والثاني والثالث، حتى اقترب من 10 والرومي يقتلهم، فخرج له عبد الله بن المبارك متلثما فبارزه ساعة فقتله. عبد الله بن المبارك قتل هذا العلج الرومي وكبر الناس، وعاد ابن المبارك ودس نفسه في وسط الجيش لا يريد أن إيه، وليس أنه ذهب للقاء صحفي: وكيف قتلته وكيف حصلت هذا النصر ومن أنت تصوير، لا لا. فتابعه جماعة منهم رجل يقال له أبو عمرو، لا أذكر بقية الاسم، ورفع اللثام من على وجهه، فغضب ابن المبارك جدا وقال: حتى أنت يا أبا عمرو ممن يشنع علينا؟ يعني ورأى ذلك إيه؟ تشنيع عليه، إزاي أنت بتفضحنا؟ لأنه كان يريد أن يكون هذا إيه؟ سرا بينه وبين الله تبارك وتعالى. أيضا خبر ذلك الرجل، تخيل إحنا مش عارفين اسمه لحد دلوقتي، الذي أحدث ثغرة في أحد الحصون وكانت سببا في انتصار المسلمين في جيش من؟ قتيبة ابن مسلم، لما عزم على الناس أن يتقدموا لإحداث ثغرة في الحصن كي يتدفق الجنود من خلالها، أو يعني تعينهم على تحصيل وتحقيق النصر، فما تقدم أحد حتى تقدم ذلك الرجل وأحدث هذه الثغرة ولا يعرفه أحد، فأراد قتيبة أن يعرف الرجل فنادى في الناس فلم يخرج أحد، فعزم عليهم أن يخرج صاحب الإيه؟ النقب، اللي هو عمل نقب في الإيه؟ في الحزن. وطبعا طاعة الأمير واجبة، فلما عزم عليهم خرج صاحب النقب ماشي، وقال صاحب النقب يعني له: يشترط عليكم 3، ألا تسألوه عن اسمه، وألا تجعلوا له جعلا، وألا ترفعوه إلى الخليفة. يعني أنا على ما أذكر يعني مش كده، هو لهم أقول لكم على صاحب النقب بس ليه الشروط دول، ما تسألوش اسمك إيه، ولا ممكن ما يسألوش ويديله الجايزة من غير ما إيه
بيسألوا اسمك ايه برضه لا تدروش جايزة ولا تر ممكن ما يدوه دي ولا دي ولا دي يروحوا مدينه للايه الخليفة يتصرف معاه. قالوا له ذلك فقال انا يقدر يقول له ايه ها ما قدرش يقول له حاجة خلاص انا وعدى الموقف كده. ختيبة كان اذا صلى يقول اللهم احشرني مع صاحب النقل بسبب ايه اخلاصه. لا يضرك انك لست معروفا عند الناس، المهم ان تكون معروفا عند الله، ان تحرص على ان تعمل الاعمال في السر اذا كانت المصلحه في ذلك، ولا يشغلك الناس ماذا سيقول الناس ماذا يشكر، لا يشغلك ذلك. محمد بن واسع يقول ان كان الرجل لا يبكي 20 سنة يعني من خشيه الله وامراته معه لا تعلم به. مين اللي بيبكي 20 سنة ومراته ما تعرفش ان هو بيبكي من خشيه الله؟ ما هو انت ايه اللي عرفه اصلا محمد بن واسع؟ ما اكيد بيتكلم عن ايه، عن نفسه. وكان ابو وائل يقوم الليل ويبكي ويناجي ربه طويلا وينشج نشيجا لو اعطي الدنيا على ان يبكي واحد يراه لم يفعل. وكان الرجل ربما يكون مع اخوانه فتجيئه العبره البكاء فيرده ثم تجيء فيرده، فإذا خشي أن تظهر أمام الناس قام وترك المجلس. وكان أيوب ربما حدث فيرق وتدمع عيناه وتخنقه العبرة فيتمخط ويقول ما أشد الزكام ما أشد الزكام، حتى ينصرف الناس عن أن يظن أنه بكاء إلى أنه إيه زكام برد، يعني حتى لا يقال يبكي من خشية الله وأنه رجل رقيق وهكذا. أين من يتباكى أمام الناس ويتكلف البكاء من هذه الأمثلة؟ إذا أردت أن تتباكى ففي بيتك بين جدران 4، وليس أن تفعل ذلك أمام الناس فربما فسد قلبك بسبب ذلك. الإمام محمد بن إسماعيل البخاري، طبعا هذا ليس معناه أن الإنسان إذا بكى بين الناس يكون مرائيا، خذ بالك عشان الكلام لا يفهم خطأ. المهم ما نيتك وما قصدك. محمد بن إسماعيل البخاري تصدق على رجل فأراد الرجل أن يرفع يديه ويدعو، عايز يدعي ليه عشان هو أحسن، فقال أرفق يعني اسكت اسكت ما تفضحناش، هو لا يريد أن إيه أن يعرف. ابن الجوزي رأى رجلا يصلي بالناس الصبح فلما انتهى من الصلاة وسلم قرأ بالمعوذتين ثم رفع يديه يدعو فعلم الناس أنه قد ختم القرآن، هو يدعو حتى يعلم الناس أنه قد إيه قد ختم ويؤمن الناس خلفه. بعض الوصايا الأخرى تأتي معنا إن شاء الله في اللقاء القادم، ونختم الكلام على هذا الحديث الطيب. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا من عباده المخلصين، وأن ينصر الإسلام ويعز المسلمين. اللهم كن لإخواننا المجاهدين في غزة، اللهم نصرك الذي وعدت، اللهم نصرك الذي وعدت، اللهم إنا مغلوبون فانتصر، اللهم إنا نشكو إليك ضعف قوتنا وقلة حيلتنا وهواننا على الناس، أنت رب المستضعفين وأنت ربنا. اللهم نصرك الذي وعدت وبأسك الذي لا يرد عن القوم المجرمين، اللهم دمر اليهود تدميرا والعنهم لعنا كبيرا، اللهم احفظ بلادنا وبلاد المسلمين من كل سوء، اللهم آمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين.